وجهت إسرائيل رسائل إلى البيت الأبيض تفيد بأن تل أبيب ستتخذ خطوات عقابية مشددة بحق السلطة الفلسطينية في حال صدور أوامر اعتقال من الجنائية الدولية في لاهاي بحق مسؤوليها. ترى تل أبيب أن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن أوامر الاعتقال المحتملة وأنها سترد بخطوة كبيرة من شأنها أن تسقط السلطة الفلسطينية في رام الله. ومن بين تلك الخطوات تجميد أموال الضرائب والجمارك التي تحصلها إسرائيل نيابة عن السلطة، ما من شأنه أن يتسبب بإفلاس السلطة وانهيارها وفق ما كشف موقع أكسيوس. حرب إسرائيلية في غزة، والهدف المعلن القضاء على حماس وتفكيك قدرتها العسكرية. هدف التدمير والتفكيك تجاوز قطاع غزة ووصل إلى رام الله حيث رئاسة السلطة الفلسطينية. هذا ما نشره موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين. إسرائيل أبلغت إدارة بايدن أنه إذا صدرت مذكرات اعتقال فإنها ستعتبر السلطة الفلسطينية مسؤولة وستنتقم بإجراء قوي قد يؤدي إلى انهيارها. تلوح إسرائيل بإجراءات غير مسبوقة بحق السلطة الفلسطينية. إن صدر بحق قادتها مذكرات اعتقال ستقطع المال كليا وتتسبب بانهيار المنظومة الإدارية للفلسطينيين، رسالة إسرائيلية أشبه بمساومة مع محكمة الجنايات، رأس السلطة الفلسطينية مقابل تهم جرائم حرب في غزة. لن تقبل إسرائيل أبدا محاولة المحكمة الجنائية تقويض حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، لن ننحني لها. إسرائيل أبلغت الإدارة الأمريكية بأن لديهم معلومات تشير إلى أن مسؤولين في السلطة الفلسطينية يضغطون على المدعي العام لإصدار أوامر اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس الأركان هيرتسي هاليفي باعتبارهم أبرز المنخرطين في حرب غزة. وكانت السلطة الفلسطينية قد انضمت إلى محكمة الجنايات الدولية عام 2015، ما مهد طريقا أمامها لملاحقة قانونية دولية قد يواجهها القادة الإسرائيليون.